من ضمن التعليقات، لو انا شغال محاسب في بنك في شركه في القاهره وقدامي فرصه في فرع البنك الزراعي، المرتب في البنك اقل من الشغل اللي انا فيه تقريبا 25%، تقريبا 1000 جنيه، بس انا مش من القاهره اصلا وبدفع ايجار ومصاريف تانية اوفر الفلوس دي لو اشتغلت في بنك. انا مشكلتي اني خايف يكون الشغل في البنك روتيني ويفضل الوضع ثابت في المستقبل، مش عارف الوضع ايه، اعمل ايه؟ حد ليه تجربه مع البنك الزراعي؟ انا نصيحتي ليك لو انت شغال في الشركه كحاجه ك يعني كمح... انت بتقول كمحاسب، هل انت حابب مهنه المحاسبه؟ لو انت حابب مهنه المحاسبه وحابب تكمل فيها حياتك، نصيحتي لو انت مش هتروح البنك الزراعي، من الواضح ان انت هتروح في فرع لانه في الارياف، فهتروح في فرع، نصيحتي ما تروحش، مش بس عشان المرتب وعلشان البنك، علشان انت ماسك حاجه انت هتفقد، انت ان دلوقتي شغال شغلانه محاسب، محاسب دي على فكره انت ممكن بعدها تجد شركه او مؤسسه او حتى بنك كبير او صغير طالب وظيفه محاسب، وانت اوريدي حبيت المحاسبه وكده، فتاخد مرتب اعلى بكتير قوي قوي من اللي انت بتاخده دلوقتي. لكن انت لو هتروح دلوقتي في الفرع تشتغل في الفرع صراف ولا خدمه عملاء، خلاص يعني انت بعد سنه سنتين 10 20 ممكن حد يبدلك بسهوله، اما انت ماسك صنعه بايدك تقول طب ما ممكن المحاسب يبدلوه، صحيح، ولكن انت عندك المهارات تنتقل لحاجه تانية. لكن انت شغال صراف في اي مكان، لا، فنصيحتي ليك خليك في الشركه على الاقل بتتطور في حته المحاسبه لو انت حابب المحاسبه. لو انت بقى مش حابب المحاسبه وصراحه اي شغلانه جنب البيت وانا عندي مشروع اصلا، ساعتها يبقى الافضل البنك الزراعي، وربنا يوفقك باذن الله.